اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك، ولكن لما بنقول سمك بيبقى بطعم تاني وبشكل تاني ومدرسه تانيه خالص. النهارده معانا الكابوريا قشريات من عيله القشريات في البحر، ومعانا جمبري من القشريات، معانا سمك القاروص. النهارده هنعمل صينيه القاروص بالكريمه النهارده مع بطاطس، هتعجب حضراتكم قوي على فكره. والقاروص مدرسه مع الكريمه اللباني، هو بيحب الكريمه اللباني، هو اصلا القاروص السمك بتاعه واللحم بتاعه لحم ابيض طبعا لطيف وجميل، هنشوف ازاي ياخد الطعم الفليفر الجميل. معانا جمبري النهارده هنعمله مشوي على طريقتي بالسيخ زي الشيش كباب كده وزي الشيش طاووق، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وهعلمك ازاي تخلي الجمبري ياخد الطعم والفليفر اذا كان بحر او ان هو بتاع مزارع مثلا او خلافه، تعرفيه ازاي الكلام ده هنشوفه طبعا في تفاصيل الحلقه بتاعتنا. معانا شويه كابوريا النهارده عاجبيني قوي على فكره، محملين. يعني ايه محملين؟ يعني الكابوريا دي بيقولوا عليها مثلا في السوق بتاعنا الكابوريا محمله شايله لحم شويه، ففي فرق. كابوريا في ذكر اللي بتشوف اللي هو بيبقى لونه ازرق ده بيستخدم في الشوربه، اما الكابوريا المحمله اللطيفه الحلوه دي بيبقى لونها فوسفوري. هنشوف نعملها النهارده مع شويه رز بالشبت هتبقى لطيفه وجميله. الاكل الحلو ده عدله مشروب صحي بيساعد على الهضم اللي هو اسموزي الليمون بالنعناع، هنشوف التفاصيل في الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش طبعا سلطه الطحينه الجميله هنعملها كمان بطريقه جديده. تعالوا مع بعض نعمل اسموزي الليمون مع بعض بالنعناع. احنا كلنا عارفين الليمون مع النعناع بيساعد على الهضم، مشروب صحي رقم واحد، غني بفيتامين سي، بيناسب جو الحر اللي احنا فيه، وكمان مفيد جدا. هنعمله مع بعض سريعا كده. ليمون معصور، نعناع اخضر فريش، حلو. عينيا حاضر. والتلج بتاعنا، وللامانه هحط معلقتين من العسل، حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ايه اللوحه الفنيه دي يا شيخ؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ يلا. طبعا عدل السفره دي لازم يكون في طبق سلطه خضراء. السلطه الخضراء على السفره بتاعتي كل يوم بشكل مختلف وبطعم مختلف، وهي دي الشطاره. عايزه البصل بتاعنا الحلو ده جنبيها على السفره. اهلا وسهلا. نشوف نعمل العصير مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاط احلى حاجه في الخلاط ده يبقى الواحد مجربه وقبل الهوا والتمام زي الفل. اوعى ازعل مني، ما اكلكش جمبري. الخلاط معانا الفله، نحط الليمون بتاعنا المعصور الجاهز اهو. الصوت ده بيجوع اهو. معانا التلج يا ويلي. معانا المياه الغازيه بتاعتنا. يا ويلي. زي ما هي كده خليكي ورا. ورقتين نعناع اخضر فريش وطازه باللي بتحطوه مع الشاي. حلو. في قلب معلقتين عسل. الله، العسل نازل بيضحك مبسوط. لان السفره كلها سمك. حلو. كل ده مع بعضه. لسه بقول لسه بقول سبحان الله. خلص كفايه عليك كده. ده العصير بتاعنا الجاهز، بنغرفه مع بعض كده. السفره بتاعت النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه. هنبدا من حيث ما بدانا. معانا القاروص. التركايه هنا ان انا حطيت التومه مع التوابل على النار مع الكريمه اللباني علشان التوابل
تنسجم كلها مع بعضيها قبل ما تروح لبطن السمك. حلوة دي، جديدة كمان. مع بعض عملنا الكابوريا مع الرز، حشينا الكابوريا خلطة لطيفة جميلة عبارة عن ثوم وبصل وكمون وكزبرة، عصرة ليمون، مستردة، وحطيناهم كلهم جوه حباية الكابوريا، وبدأنا ان احنا ايه نشويها على الجريل او نحطها في قلب الطاسة، وفي الاخر حطينا الرز بعد ما حضرناه طبعا وخد الفليفر الجميل الحلو من الكرفس. معانا كمان شوية جمبري مشويين على النار، شفنا الجمبري اتشوى ازاي من غير تتبيلة خالص، حطيناه يتشوي وبعد الشوي حطينا عليه التتبيلة بتاعتنا الجميلة علشان ياخد الفليفر والطعم. شفنا كمان عملنا سلطة البقدونسية اللي هي الطحينة، البقدونس ما يتغسلش بعد التقطيع علشان ناخد السائل بتاعه والفليفر بتاعه يختلط مع الطحينة بتاعتنا الجميلة، يكون الطعم هنا مميز. عدل السفرة بتاعتي سلطة خضراء جميلة على السفرة، وما ننساش طبعا العصير اللي بيساعد على الهضم ويخلينا ناكل السفرة كلها وما نشبعش غير لما تخلص، عصير الليمون بالنعناع. رؤية فن إبداع نستحقه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.